صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يقول: في هذه الآية أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله قل ثم أردف يا عبادي، فظاهر الآية أن العباد في السياق مضافون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حد قال هذا إلا القبوريون، أما المسلمون فلا يقولون هذا القول، هذا ما يقولون الناس عباد للرسول، وإنما الرسول عبد عليه الصلاة والسلام، قال: أنا عبد الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. الله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد، فكيف يكون الناس عباد له وهو عبد؟ هذا الكلام باطل وتحريف لكلام الله عز وجل. نعم، يا عبادي، هذا لله عز وجل، عباد الله جل وعلا. نعم، صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول: أمر الله رسوله أن يبلغ عباده الذين أسرفوا على أنفسهم أن لا يقنطوا من رحمته سبحانه وتعالى. نعم.